إن شاء الله. شيخ إسماعيل كان رجلا مهابا، كنت تمشي معاه كده من كثرة مهابتك له ما تقدرش إن أنت تساوي الخطوة بالخطوة، ما تستطيعش. كنت تمشي جنبه كده وأنت ماشي شوية بعيد كده، في ناس كده سبحان الله حباه الله بجلال وجمال. كان فضيل الشيخ إسماعيل ممن حباه الله بالجلال أكثر من الجمال، فهو كان في جمال حقيقة ولكن الجلال كان أكثر. والله هقول لك حاجة، هو الإنسان يرى ما يريده الله سبحانه وتعالى. أحيانا ربنا يبقى اللي يصلحك الجلال فترى الجلال أكثر، اللي يصلحك الجمال فترى الجمال أكثر، فحسبما انصلح شأنك وحالك أراك الله هذا. بس شو اسمها حاجة غريبة، كنت ترى فيه الجلال أكثر من الجمال حقيقة المظهر. كانت قوة في الحق، كان حاجة. أنا ساعات كنت بمشي معاه أشعر أنه هو وهو يضع يعني قدميه على الأرض كأن الأرض تهتز إجلالا له. كانت حاجة، وكنت أمشي معاه وكان يعني البطنية دي أيام زمان في التسعينات، أوائل التسعينات، كانت البطنية فيها يعني أباطرة وقياصرة تجار المخدرات. عارفين يعني المخدرات؟ لا، أصل أنتوا جايين من ماليزيا. اسمها إيه في ماليزيا يا ابني؟ بالملاوي دراجز. كان أباطرة وقياصرة الدراجز. دراجز إيه يا شيخ عبد الله؟ أنت جاي منين؟ لحسن كنت بتكون بتورد انت دراجز اللي هناك. فكانوا يعني يهابونا حاجة، كانت إجلال ومحبة حتى من أهل المعصية. الشيخ إسماعيل يعني كانت له محاضرات تعقد في الأزهر، كان يوم الاثنين وكان يوم الأربعاء، كان بيدرس في الجامع الأزهر، ثم بعد ذلك يأخذ المحبين إلى منزله. كان برضه جلسة كده وجلسة تعليمية يبدأ فيها بقراءة القرآن، يعلم التجويد. وأكرمني المولى سبحانه وتعالى أن جلست يعني أكثر من مرة عن يمينه، جنبه كده زي الشيخ عبد الله قاعد جنبه كده، قاعد بقرأ وقاعد بستمتع بمجاورة أهل الله، قاعد بستمتع بمجاورة العلماء. ما هو إحنا مرنا بمرحلة كانت مرحلة اسمها مرحلة سوداء مع الإخوة. ما كانش فيه، لا مش الإخوة بشعر، هذا الإخوة بشعر أولياء، ناس محبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، كان مرحلة معينة كان ناس، ها، والعياذ بالله، ما كنتش ترى فيهم هذا الجمال وهذا الجلال وهذا العلم وهذا القبول الرباني. فلما أن حرمنا فرأينا أردنا أن نستمتع بكل لحظة نقضيها مع أكابر أهل العلم. فكنا بنجلس جنبه كده والله كنا نجد سعادة. وبعد 20 سنة، الكلام ده سنة 89 وسنة 90، بعد 20 سنة وكأني البارحة في منزله بجواره أجلس عن يمينه أقرأ. كانت أول سورة قرأتها معاه كان سورة الغاشية. كان بيعلم الناس الصغير والكبير، كان يحضر مجلسه وكان ينتهي بعد كده يشرح الفقه الملكي بعبارة للجميع. الجميع كان بيحضر، العوام وغير العوام. وبعد ذلك كان في الأثناء بيأخذ بعض الفتاوى يجيب عن أسئلة السائلين. الإجابة ديت كانت بتعكس في وجهة نظري، احتفال سؤالنا إن شاء الله، كانت بتعكس، لأن ممكن ما لا أتمكن من هذا، كانت بتعكس في وجهة نظري مفتي عنده بصيرة، عنده وعي، عنده فطنة، عنده ذكاء، عنده إحساس بما وراء السؤال. أنا راجل جلست في الفتوى بقى لي 10 سنين، عندي حاسة. لما جلست هذه السنوات حسيت وأيقنت إن إجابات الشيخ إسماعيل كانت وراها حسة مفتي،
كان وراها ذكاء مفتي، كان وراها خبرة مفتي بيه المستفتي، كان وراها وعي شديد. كان في عندنا أسئلة بنسميها أسئلة يعني إيه، عارفين الفخ؟ حد عارف الفخ؟ عارف الفخ يا دي اللي بتلعب في دقنك؟ نعرفوه، عارفوه؟ ده انت مالكي، ده انت مغربي، عارف الفخ؟ الفخ ده اقول لكم انا قصته ايه، لان كنت زمان يعني بصطاد بيه العصافير وانا صغير، وانا عندي كده مثلا 7-8 سنين ها كنت بجيب الفخ ده. الفخ ده عباره عن يعني دائره شيء مستدير كده معمول من الحديد، وكان بيتحط فيه بطريقه معينه شيء يغري الطيور والعصافير. شفتهم؟ لا ما كانش شبك، تحط فيه حاجه كده تغري العصفور. العصفوره تلاقي مثلا قطعه او حبه القمح موضوعه يعني تنزل تخطف، يقوم الفخ ها قابض عليها. فالفخ ده صار ايه؟ عباره عن كل شيء موهم وراءه امر خطير، كل شيء موهم وراءه يعني خداع. فكان في اسئله كده، ايه ده؟ ده احنا بعد ثوره يناير. طيب فكان في بعض الناس يسال من اجل ان هو يحدث فتنه، فكان الشيخ فاهمهم. فمرة واحد جه سأل سؤال، والسؤال ده كان له علاقة بأوضاع سياسية. كان الشيخ إسماعيل أنا فاكر الجمعة اللي كانت قبل هذا السؤال قال فيها الإجابة اللي هو الولد ده عايزها، بس كان رجل حكيم. هذا أيضا يعكس حكمة الشيخ إسماعيل في الفتوى، إنه كان يقول الرسالة فوق المنبر ويوجه رسالته للقادة والحكام ونصيحة لازعة. كانش يعرف ها، كانش إسماعيل صداعا صادقا بقول الحق، يوجه رسالته من فوق منبر الجامع الأزهر يوم الجمعة. أنا كنت بحضره، حضرته سنوات، وكنت عاشق لي وما زلت إلى الآن ومتيم به، وهو شيخي الذي أثر في عقلي وفي قلبي. فكان يوم الجمعة ده بيؤدي رسالة للحاكم وللمحكوم. أيامك أو ده بقى اللي كان نقدر نقول عليه ثوراجي. الشيخ إسماعيل كان كده، كان يوم الجمعة بيؤدي رسالته. أيام ما كانت الناس بيعقدوا الصفقات ها، والآن هم صوار. لا، الشيخ إسماعيل كان ثائر في هذه الفترة، ولكن ثائر حكيم. أنا بسميه إيه؟ الثائر الحكيم، مش اللي بيثور عندما يشعر بأن هناك شيء يثار له. لا، مش على الفاضية والمليانة، يعني ثورة بحكمة وبفقه في أدائها. يطلع يقول يوم الجمعة الرسالة القوية جدا للحاكم، ثم بعد ذلك يذهب لتعليم الناس. فأراد أحد الناس إن هو يعني يكرر هذه الرسالة. طب ما هو أدى رسالته، لماذا؟ فما وجدت من الشيخ إلا أنه نهره نهرا شديدا. في الظاهر كده أنت ممكن يعني تقول طب ما هو الرجل عايز يتعلم يا أخي، ويعني أن كتم العلم حرام. يا لطيف إيه، عن إذنكم أقفل المحاميل جمع محمول. أقفل المحاميل جمع محمول.
لا أسعى عشان ما تزعليش. فإذا نظرت بعين قاصرة ستتساءل لماذا يفعل هذا والرجل يريد أن يعرف دينه. أنت وجهة نظرك قاصرة لأنك لا تستشف ما وراء السؤال. السائل دوت نيته مش صادقة، بدليل إن الشيخ ما أجابوش، مع إن عادة الشيخ أنه لا يترك قولا حقي وهو معروف بهذا. فلما تجد أن السائل ينهر لسوء طوية ولية السائل، يبقى المفتي ده يسير بسير الله، ربنا هو اللي ماشيه، ربنا اللي بيقول له امتى يقول وامتى ما يقولش. ألسنة الخلق أقلام الحق، فعندما يقول المفتي شيئا يعني الذي يصدر الفتوى للمستفتي فاعلم أنه قد أجرى الله تبارك وتعالى هذه الإجابة على قلب المفتي حتى تصل إلى أسماع المستفتي. اعلم أن الذي يوجهك والذي يعطيك ويعلمك هو الله، وما ألسنة العلماء والمفتين إلا حركات بمهض خلق المولى سبحانه وتعالى، حركها بهذه الإجابة في هذا الوقت بهذه الكيفية لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نحن في صغرنا في العشرينات أيامه تعجبنا لأننا نظرنا من خارج ولم ننظر من داخل، من الداخل. عندما نظرنا من الداخل وعرفنا الناس وأدركنا حيلهم وأدركنا ما وراء أسئلتهم عرفنا أن هذا الرجل كان مفتياً واعياً صادقاً، جمع بين الفتوى وبين العلم وبين الأدب والتربية. أنا أتذكر له موقف، كنا خارجين من الجامع وكان الشيخ سبحان الله له مريدين ومحبين، كان يخرج ومعه جيش وكان يدخل ومعه جيش، يعني يذكرني هذا يعني الموكب اللي بيجي مع فضيلة مولانا الشيخ علي جمعة، أقرب ما يقال له أحد محبين له تلامذة لا يتركونه. فوإحنا خارجين جاءه رجل وسأله عن طلاق مطلق زوج، فما رأينا يعني شيئا مثل ثورة الشيخ، وثار ثورة شديدة على هذا السائل. بجوار رجل يعني قال له يا فضيلة الشيخ وأخ، معلش يعني أقول دايما التسرع والعمل بالظاهر، مش فاهم مش واخد بالي الشيخ بيعمل كده ليه. أنا عرفت كده لما اختلطت بالفتوى واختلطت بالمتلاعبين بالطلاق، فوجدت الشيخ ينهره نهرا شديدا ويصرخ في وجهه. هذا من الشيخ فهمنا هذا الفعل بعد فترة أن ده نوع من أنواع التربية، ده نوع من أنواع التأديب على التسرع في يمينات الطلاق، وللمفتي أن يؤدب كما للقاضي، هذا نوع من أنواع التأديب. فجاء هذا الأخ وقال له يا شيخ إن هذا الرجل يريد أن يتعلم دينه فلما تفعل فيه هذا؟ الشيخ وصله كده وكأن ربنا سبحانه وتعالى بعت الأخ ده وأجرى هذا الكلام على لسانه حتى يخفف العقوبة على السائل. فضلت الشيخ إسماعيل وهو كان رجلا يعني منور القلب واللسان والعقل، ترك أخونا السائل وبدأ يعنف
في ذلك الشخص المعترض. قال له تعالى انا ماذا صنعت به؟ انا عملت له ايه يعني عشان تقول كده؟ وظل في ساحه الجامع الازهر. الكلام ده كان سنه 90، واحنا النهارده كان 2013 ولا 12؟ ما الايام كلها شبه بعض والسنين شبه بعض. وصاح في وجه هذا الرجل يصرخ في وجهه ويعلمه انه كان لا ينبغي عليه ان يعترض على طريقه تاديب وتعليم الشيخ للناس، لان عند الشيخ علم وخبره بكيفيه تعليم الناس. النوعيه اللي الشيخ فضيله مولانا الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ اسماعيل تعامل معهم، انا بتعامل معهم ليل نهار، واقسم لكم بالله هذه النوعيه لا يقيمها ولا يصلحها الا هذا الاسلوب وهذه الطريقه. هؤلاء المتلاعبين، هؤلاء المتلاعبون بألفاظ الطلاق. انا جاني واحد حلف 7000 مرة انت طالق للنهار شغال فيها. تقول لي عرفتها ازاي؟ قلت له تعالى انت يا ابني متجوز بقالك كام سنة؟ قال لي والله يا سلام فيها كام؟ 300. 300 انا بقى 20 سنة او 25. كل يوم لازم اقول لها انت طالق. قلت له ايه ده؟ 7000؟ ده انت يا ابني وصلت الحضاره اكتر من حضاره المصريين. ده احنا نعمل لك هرم اسمه هرم الطلاق المصري. النوعيه دي اللي كان الشيخ اسماعيل اراد ان هو يقدمها. كان بيجي لنا نوعيات اخرى لما تنهاره مره واحده يقول لك الحمد لله انا صلح حالي وما خربتش بيتي تاني. فالشيخ كان بيقدم، كان بيعلم، كان بيربي. هذا موقف من ضمن المواقف التي رأيناها له ناصعة تدل على حكمة وفهم وعلم، على بصيرة، على حسن أداء، على أسلوب ينم عن خبرة واسعة. فلما ذهبنا للمنزل وكان الشيخ من عادته إن هو إذا أخذ شخصا يعنفه في مجلس لا يتركه طيلة المجلس. فوانا قاعد جنبه على ايدي اليمين قال لي اين ذلك المعترض؟ فين الشخص؟ قلت له يا سيدنا جنبي اهو. مسكه ظل يعنف فيه ويعنف فيه لمدة 5 دقائق وتركه، ثم بعد ذلك ذهب لاكمال الدرس. وبعد 10 دقائق وربع ساعة اين هذا الشخص؟ قلت بجواري. أخذ يعنف لم يتركه لمدة 3 ساعات. هذا الشخص أنت ممكن بعقلك القاصر القصير تقول الشخص ده مش هيرجع تاني. عارف الشخص ده بعد مرور 23 سنة ما زال يتذكر أيام الشيخ إسماعيل ولم ينسى له أن فهم تقبل إن ده معنى تربوي، وإنك اوعى تعترض على أهل الله، اوعى تعترض على من هؤلاء شأنهم، لأنهم مؤيدون من عند الله، لأنه عارف كل اللي عندك. وإنما أجرى الله ذلك على لسانه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى في السائل. إحنا ساعات يجينا السائل كده ويقعد معانا نبص نلاقينا سبحان الله أنت أعصابك يعني إيه أوفر، بيقولوا عليها إيه أوفر صح كده؟ زايدة. ده من عند الله. لعل السائل اللي قدامك ده عصى ربي، فانت اداه من اداه معاقبه هذا الرجل وانت لا تشعر. نحن يا اولاد جنود لله، انت جند من جنود الله. ممكن تبص تلاقي زوجتك متسلطه عليك، منكده عليك ليل نهار، تبحث في نفسك تلاقي نفسك عاصر ربنا سبحانه وتعالى. اذا هي جند من جنوده يؤدب به من يشاء من عباده. إني لأعصي الله فأجد ذلك فيها خلق زوجتي، مراته عصيان عليه، يقول لها أريد حق الشرعي.
تقول له مش هديك حاجه واعلى ما في خلقك الكم. يعني اللي عندك اعمل ارمي بنفسك منين؟ ماذا ستصنع؟ قال ارجع بقى لنفس بقى استغفر ربنا، ابحث في علاقتك مع الله، ابحث انت عاصي معاه في ايه، مقصر معاه في ايه الى اخره. فيعني الشيخ اسماعيل تقصر عنه الكلمات، ويعني له مواقف كثيره مؤثره في قلوبنا وعقولنا، وكان صاحب يعني زي ما نقول صاحب ملحق اللي بنقول عليه دمه خفيف. مره واحد ودي نختم بها، الشيخ اسماعيل كان بيدي يوم الجمعه في سيدنا الحسين، فجاء واحد من المريدين هو كان بيحضر له الجميع، وهابي عفريت كله، فجاء له راجل وهابي قال له يا مولانا انت يوم الجمعه فين؟ قال له في سيدنا الحسين. قال له بس يا مولانا، قال له يعني انت هتسيب اللعنات تنزل عليا لوحدي؟ تعال خد لك شويه، لعن الله اليهود والنصارى. سيدنا بيقول له انت هتسيب اللعنات تنزل عليا؟ ما تيجي ناخد لك شويه معايا في سيدنا الحسين، انت بعقلك القصير انه يستهزئ بسنه رسول الله. لا بالعكس، ده هو بيهزأ من عقليه هذا الشخص الذي يفهم سنه رسول الله على غير وجهها. مين يا استاذ؟ انت فضيله مولانا؟ ده انت عقليه ضحله يا رب. مولانا مش كده، ده هو بيهزأ من عقليتك انت، بيهزأ من فهمك انت، بيهزأ من منهجك العلمي. واما رسول الله فمولانا كان افضل من يدافع عنه وافضل من يؤدي عنه صلى الله عليه واله وسلم. اما هذا انما هو تنكيت وتبكيت وتهكم على من يفهم فهما خاطئا وينزل هذا الفهم الخاطئ على الواقع. اما السنه هؤلاء هم من دافعوا عن السنه. اين انت؟ وهو يتكلم كان يعني يخطب خطبه الربا التي هز بها الجامع الازهر الشريف وصرخ الناس بها، وعندي الى الان الخطبه دي مسجله. عندي شويه حاجات طلع. كم مره واحد اخر حاجه نختم بيها ونبدا درسنا، كان واحد يقول لك والله يقول لك قاله ابن دجاجه، فأي قفص وجدتم ابن دجاجة هذا؟ إيش اسماعيل كان حاجة عظيمة وربى ونفع الله به، وما زلنا في يعني ضيافته، إحنا لسه إلى الآن في ضيافة الشيخ اسماعيل، لأن أحوال الأولياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بوفاته، مستمرة وباقية. هو حد جمعنا للشيخ اسماعيل؟ فاللي مش هيعترف بيه يبقى من النوبه اللي جايه ما يجيش، او ربنا هيصرفه. قول اللهم امين. امين. الناس ما بتحبش اسمها. طيب بسم الله.